عرفات من مصر، يا ترى هيقول لنا ايه عرفات في ذكرى 10 سنين على المجزرة؟ اتفضل يا عرفات. يا أستاذ أحمد، لمن مات من المعتصمين أو من الجيش والشرطة أو من أي مصري كان، سواء أخ لي أو أخ لك، ولكن حضرتك الوقت بعد 10 سنين من مجزرة ربعة وما حدث في ربعة وما آلت إليه البلد من فشل وفساد، وزي ما أنت شفت أخيرا الصوب الزراعية الفاشلة والمشاريع الفنكوش وقناة السويس الفاشلة والاقتصاد الفاشل، أنت بتخاطبني ولا بتخاطب الأستاذ الشناف عند حضرتك ولا بتخاطب الشعب؟ ولا هو هقول لحضرتك حاجة، هقول لحضرتك حاجة بسيطة يعني هقول لك بس حاجة عشان أريحك يعني أنت لما تقول لي الشناف أنت بتخضني يعني؟ عادي يعني أحمد الشناف، أحمد الشناف مدير قناة مكملين، حضرتك عندك مشكلة في ده؟ حضرتك عندك مشكلة في ده؟ يا أستاذ عرفات يعني أنا آسف أقول لك اللفظ ده، يعني تسمح لي أقول لك بطل هيافة؟ تسمح لي ينفع اقول لك كده؟ لان حضرتك لو مش شايف الفشل اللي فيه الدوله يبقى حضرتك ما بتشوف دوله تانية. احنا ما عندناش 300 مليون دولار نجيب بيهم غاز ومازوت عشان ننور بيوت الناس يا استاذ احمد، فلو سمحت يا استاذ عرفات يا تبقى على القدر الكلام يا ما تتكلمش يا اخي، انت ايه اللي شغلك يعني بالكلام هنا؟ أنا الحاج عرفات بقر واعترف قدام حضرتك أهو بأن الدولة في الفشل لم يسبق له. شكرا ليك متشكرين جدا. خلاص يا جماعة، عرفات الخليجي بتاع المنصورة بيقر ويعترف أن الدولة في منتهى الفشل، متشكرين جدا على الإقرار ده، ومش لازمنا بالمناسبة، ومش مستنيين تصريح حضرتك لأن الناس شايفة. ولا يا أم محمد ولا أم أحمد معايا من مصر؟ أهلا يا أم أحمد. يا فندم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك مستنية إقرار الأستاذ عرفات ولا حضرتك شايفة الفشل في كل حاجة؟ الفشل في كل حاجة، والأستاذ عرفات ده عامل نفسه واعي. كمل يا فندم. حضرتك سمعني؟ يا فندم سامع حضرتك. عامل نفسه واعي الأستاذ عرفات دوت، بيعرفك يعني بيهددك إن هو عارف اسم مدير القناة، وهو خيبته وخيبة الرئيس بتاعه الويبة، وإن شاء الله ربنا هيورينا في يوم عشان فض ربع ده بالذات. يعني إحنا شفنا اليوم ده كان يوم أسود بعيد عنك، يعني يوم أسود عليهم وعلى اللي جابوه بالسيسي وأعوانه، وربنا ينتقم منه. حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم بالله. بشكرك يا أم أحمد، شكرا ليك. ما مشكلة إنه بيجي يعمل يعني اور ولا يا عم عادي، ما هي مكملين اهو احنا سر يا جماعه. انا بقالي 10 سنين ولا 9 سنين بطلع اكلم الناس، انتوا يعني ايه السر في كده؟ المثل بيقول له ايه؟ علمني الهيافه ايه؟ قال له تعالى في الهيفه وتصدر. كل يوم يتصدر لنا كده.